شباب البرزنتيشن واضحة لكله ولا أكبر ولا إيه النظام؟ ما تحرش معنا. تمام، ماشي. أنا هحاول أكبرها كده كمان شوية. خليها كده زي ما هي. تمام يا شباب، نبدأ سكشننا إن شاء الله، وعاوزكم كده يعني تتفاعلوا معايا. يعني المفروض الكلام ده انتوا خدتوه في المحاضرة، يعني فالناس كده تتفاعل، ما تعتمدش على إنها تسمع بس يعني وخلاص. خلاص، السكشن ده إن شاء الله هنتكلم فيه عن المودز وفي الترانسفير أو طرق انتقال الحرارة. زي ما انتوا الدكتور كلمكم في المحاضرة، في ثلاث طرق رئيسية لانتقال، إما بالكوندكشن اللي هي التوصيل، أو بالكونفكشن اللي هو الحمل، أو بالراديشن اللي هو الإشعاع. تمام؟ نبدأ يا شباب بأول طريقة اللي هي الكوندكشن. الكوندكشن يا شباب زي ما انتوا عارفين ده انتقال الحرارة بالتوصيل، بيحصل في الغالب في المواد الصلبة، إن الجزيئات اللي طاقتها عالية بتنقل الحرارة للجزيئات اللي طاقتها أقل. بس ما يميز الكوندكشن اللي ما بيحصلش فيه انتقال للجزيئات، بمعنى المواد الصلبة الجزيئات وهي في مكانها، أو الجدار ده مثلا أهو يا شباب، هتلاقي الجدار ده درجة حرارته تي واحد أكبر من تي اتنين، فبالتالي الجزيئات اللي درجة حرارتها أعلى هتنقل الطاقة في اتجاه درجة الحرارة الأقل. جزيئات ثابتة مكانها ما بتتحركش. طيب، هل ممكن يحصل يا شباب كوندكشن في السوائل أو في الغازات ولا لأ؟ لا، هبقى كونفكشن. تمام، حد عنده رأي تاني؟ هو بيحصل بس بنسبة صغيرة بس. هو يا شباب ممكن يحصل، بس في شرط. مش قلنا شرط الكوندكشن إن الجزيئات تكون ساكنة؟ صح كده؟ في السوائل والغازات في الغالب الجزيئات اللي بيحصل لها بتكون متحركة، يعني بتتحرك من نقطة لنقطة تانية. تمام؟ فأنا لو افترضت إن السائل ده ساكن أو الغاز ده ساكن، الجزيئات ثابتة في مكانها، فبالتالي ممكن أعتبر طريقة انتقال الحرارة في التوصيل فيه بالكوندكشن، زي ما نشوف في مثال قدام. ده بيحصل امتى؟ افتح بس المايك يا شباب. شباب في حد فتح؟ ماشي كده تمام. زي ما انتوا عارفين يا شباب، السوائل والغازات لو افترضنا انها ساكنه، ممكن يحصل فيها انتقال حراره بالكوندكشن، وهنشوف الحاله دي في مثال، هنتدرب عليه في مثال هنحله النهارده. يعني هنشوف امتى يحصل انتقال الحراره في السوائل والغازات. طيب، القانون الحاكم لانتقال الحراره بالكوندكشن هو قانون بسميه قانون فورير. خلاص، القانون ده بيقول لي ان معدل انتقال الحراره بالكوندكشن وحده الطاقه ايه يا شباب؟ انتقال الحراره أو كمية الحرارة بتمثل وحدة طاقة، يبقى وحدتها إيه؟ الوات؟ جول. جول. طاقة جول. لو أنا بحسب معدل الطاقة يبقى تبقى إيه؟ جول بير سكند اللي هي وات. وات. يبقى القانون ده بيحسب معدل انتقال الحرارة بالكوندكشن، لو هو من الجدار ده من الجنب ده مثلا للجنب ده. القانون ده بيساوي إيه؟ بيقول لي سالب K في الـ A في الدلتا تي على الدلتا اكس. خلاص، الدلتا دي اللي هي فرق درجات الحراره، اللي هي تي 2 ناقص تي 1، اللي هي درجه الحراره الاقل ناقص درجه الحراره الاكبر. كل ما زاد فرق درجه الحراره ده تناسب طردي، يبقى كل ما زادت كميه انتقال الحراره. تمام، زي ما انتم عارفين يا شباب انتقال الحراره بيحصل نتيجه فرق درجات الحراره، يبقى لازم
ولازم يحصل من درجة الحرارة الأعلى لدرجة الحرارة الأقل. عشان كده الدلتا دي دايما بتكون إشارتها إيه؟ سالبة، لأنها T2 ناقص T1. عشان كده ضربت القانون ده في إشارة سالب. أنت وأنت بتحل مسائل يا شباب، فالدلتا T دي ممكن تعتبرها موجبة، بس تبقى عارف هتطرح إيه؟ T1 ناقص T2. تمام. تاني حاجة في القانون اللي هي الدلتا T، المقام هيبقى الدلتا T هي الدلتا X. فالدلتا X دي بيساوي سمك الجدار الوول اللي ماشي عندي فيه كمية الحرارة. السمك ده علاقته أساسية مع كمية الحرارة، يعني السمك ده كل ما زاد إيه اللي هيحصل للكيو؟ كيو هتقل، وكل ما الدلتا إكس هتقل كل ما الكيو بتاعتي هتزيد. تمام؟ الترم اللي هو إيه؟ ده بيمثل مساحة انتقال الحرارة. مساحة انتقال الحرارة، بس خلي بالكم يا شباب، المساحة العمودية على اتجاه انتقال الحرارة. يعني في الحالة دي هتبقى أنهي مساحة يا شباب؟ الايه؟ مساحة زيرو؟ مساحة ايه في الجدار؟ طول الجدار فين؟ في العمق بتاع في العرض لا مش في اللي هو في العرض اللي هو عمودي على البرزنتيشن بتاعك. يعني الطول ده لو الطول ده ال ال في العرض بتاع اللي هو عمودي على البرزنتيشن اللي هو مش ظاهر عندي، دي المساحه العموديه على اتجاه انتقال الحراره. دلتا تي على الدلتا اكس دي ساعات بسميها التمبريتشر جريدينت. الترم ده كله على بعض. ثابت التناسب يا شباب اللي هو الكي، كده بسميها الثيرمال كوندكتيفيتي. والثيرمال كوندكتيفيتي دي لو جينا نحسب وحدتها تبقى وات على متر كلفن. خلاص تستنتج وحدتها من القانون. الثيرمال كوندكتيفيتي دي خاصيه لاي ماده عندي، اي ماده عندي، اي ماتيريال عندي في الدنيا ليها خاصيه الكي او الثيرمال كوندكتيفيتي، معامل التوصيل. تمام. تعال نشوف كده ايه هو معامل التوصيل ده، او معامل انتقال الحراره بالتوصيل. ده بيقيس قدرة المادة ببساطة على نقل الحرارة. يعني معنى لو جيت قارنت مثلا يا شباب ما بين الكبر النحاس وما بين مثلا الخشب، أنه فيهم اللي هيبقى الكي أعلى؟ النحاس. النحاس طبعا، لأن النحاس لو جيت حطيت مثلا حاجة من النحاس في مية سخنة مثلا ومسكت الطرف الثاني، هتلاقي معدل نقل الحرارة في حالة النحاس غير لما تحط مثلا حاجة خشب في مية سخنة، هتلاقي الحرارة بتوصل أبطأ أو تنتقل أبطأ في حالة الخشب. أو ده يا شباب المنحنى ده اللي ظهر قدامكم بيوضح العلاقة ما بين الكي وما بين الثيرمال كوندكتيفيتي لبعض الماتيريالز اللي عندي. هتلاحظوا هنا يا شباب ادي السيلفر ايه والكبر، وعندي الالومنيوم اوكي بتاعها في المقدار ده اللي هو في حوالي 100. بعد كده لو نزلت تحت شويه هتلاقي السوائل، طبيعي ان السوائل الكي بتاعها اقل. بعد كده لو نزلت تحت هتلاقي الخشب كي اقل واقل. اقل حاجه خالص هتلاقي الغازات والهواء الكي بتاعتها قليله جدا. المنحنى الثاني هو الكي بتتغير مع درجه الحراره. يعني هنا المنحنى المحور الافقي، العلاقه ما بين درجه الحراره والمحور الراسي الكي، هتلاقي الماتيريالز بتاعتي بتتغير، الكي بتاعها بتتغير بتغير درجه الحراره. خلاص ده بالنسبه شباب للكوندكشن. الشمهندس بس بعد اذنك، هو المفروض يكون شغال باوربوينت ولا الكاميرا؟ باوربوينت مش ظاهر عندك؟ انا ظاهر عندي شغال الكاميرا بس. لا الاثنين ظاهرين معانا. حد شغال عنده المشكله؟ انا عندي ظاهر الاثنين. لا الاثنين ظاهرين عادي. طيب لا عندنا باوربوينت انظر انا باشمهندس. طب حاول تقفل وتدخل تاني كده، جايز في حاجه مشكله عندك كده. تمام بعد اذنك يا باشمهندس. اتفضل. هو ده الكلام اللي اتشرح يوم الاثنين؟ أيوة. صح.
طب انا حضرت يوم الاثنين اطلع عادي ولا؟ لا طالما حضرت خلاص يعني هو نفس السكشن. خلاص تمام. بعض الشباب بيكون النهارده اجازه فده كان المفترض يكون فيس تو فيس في الكليه تمام، بس لانه اجازه فاحنا خليناها اونلاين يعني تمام كده. ده بالنسبه لانتقال الحراره بالكوندكشن. تاني مود يا شباب من انتقال الحراره اللي هو انتقال الحراره يا شباب بالايه؟ بالكونفكشن اللي هو بالحمل. قلنا ده بيحصل لو سطح معرض لفلويد ماشي عليه. الفلويد ده ممكن يكون سائل او ممكن يكون غاز خلاص، بس في حاله حركه. ده بيميزه عن الكوندكشن. عندي نوعين من الكونفكشن، انتقال الحراره بالكونفكشن، اما بيبقى فورسد او ناتشرال كونفكشن. الفورسد يا شباب بيبقى فيه وسيلة لانتقال، وسيلة خارجية بتحرك الفلويد اللي عندي ده. يعني عندي مثلا مروحة أو بام بتحرك لي الهواء ده خلاص. طيب بالنسبة للناتشرال كونفكشن، لا الهواء بيتحرك بدون أي وسيلة خارجية. انتوا عارفين لو السطح مثلا سخن ودرجة حرارته ارتفعت، الهواء مثلا ملامس للسطح لدرجة حرارته ارتفعت، كثافته هتقل فيرتفع لفوق ويحل محله هواء بارد طبيعيا بدون اي وسيله خارجيه. زي ما هنا ظهر عندكم يا شباب في الصوره دي، بيضه سخنه اهي معرضه في الحاله الاولانيه في الفرصه الكونفكشن لمروحه بتبردها خلاص. الحاله الثانيه بتبرد طبيعيا للهواء بدون اي تدخل خارجي. تتوقعوا انه اسرع في نقل الحراره او انهي معدل انتقال حراره اسرع، هل الفورسد ولا الناتشرال؟ الفورسد طبيعي الفورسد، لان الفورسد بيبقى فيه ايه؟ حركه اسرع للهواء. سرعه الهواء دي زي ما هنشوف في السلايد اللي بعد كده، سرعه الهواء دي كل ما زادت السرعه كل ما زاد معدل انتقال الحراره بالكونفكشن، كل ما زادت كميه الحراره المنتقله بالكونفكشن. طيب القانون بتاعنا بتاع الكونفكشن، قانون نسميه قانون نيوتن خلاص. القانون ببساطه بيقول لك كيو دوت كونفكشن بتساوي الاتش في الاريا سيرفيس بالتي اس ناقص التي انفينيتي. تعالوا نفسر القانون ده شويه. انا عندي في الرسمه اللي ظاهر عندكم اهي، ده السطح اهو يا شباب. هنفترض ان السطح ده درجه حرارته اعلى من الوسط المحيط خلاص. يعني السطح ده اعتبر درجة حرارته 100 والهواء اللي داخل عليه درجة حرارته 50 مثلا. طيب ايه اللي هيحصل للهواء؟ لو جينا جيت ارسم منحنى السرعة، الهواء اللي داخل على السطح ده الملامس للسطح هتبقى السرعة بتاعته بصفر خلاص. كل لما بعدت عن السطح كل لما الهواء ده سرعته بتزيد تزيد تزيد لحد ما توصل للقيمة اللي كان داخل فيها. لو داخل مثلا ب 10 متر بير سكند فهيبقى هنا اعلى قيمه وصل ليها 10 متر بير سكند، فهي بيوصل لها بالشكل ده بالكيرف ده المنحنى بالتدريج خلاص. طب بالنسبه للحراره، احنا قلنا السطح درجه حرارته اعلى والهواء داخل، فالهواء الملامس للسطح درجه حرارته هتبقى درجه حراره السطح اللي هي 100. كل ما بعدت بقى عن السطح كل ما درجه الحراره تقل تدريجيا لحد ما توصل لدرجه الحراره اللي هو كان داخل بيها اللي هي نفترض انها 50 وتثبت بعد كده. المنطقه اللي حصل فيها تغير في السرعه او تغير في درجه الحراره دي بسميها ايه يا شباب؟ بسميها الباوندري لاير خلاص. بتاع السرعه بسميه الفيلوسيتي باوندري لاير، وبتاع درجه الحراره بسميه الثيرمال باوندري لاير. فببساطه القانون بتاع الكونفكشن بيقول لي ان الكيودت كونفكشن فرق درجات الحرارة دي تي اس ناقص تي انفينيتي، بيقول لك تي انفينيتي دي درجة الحرارة في نهاية اللي هو الباوندري لاير اللي هي لما تثبت، يعني درجة الحرارة بتاع الهواء لما تثبت خلاص، والتي اس درجة حرارة السطح. الاريا سيرفيس هي السيرفيس اريا زي قلنا اللي بيحصل عليها انتقال حرارة بالحمل اللي هي المعرضة للهواء بتاعها. طيب ثابت التناسب هو الاتش، ده بسميه الكونفكشن هيت ترانسفير كوفيشنت، وحدته وات على متر تربيع درجه سيلسيوس.
خلاص. فرق ما بين الكي يا شباب والاتش. الكي قلنا معامل خاص بالمادة بالماتيريال بتاعي، خاص بأي مادة عندي لها كي مميزة. بالنسبة للإتش مش خاصية للفلويد اللي عندي، لا دي بستنتجها معمليا. ما اقدرش اقول مثلا هوا معدي يبقى ليه إتش قيمة معينة ثابتة، او مثلا مية معدية اللي يبقى ليها قيمة ثابتة، لا ده فيها عوامل تانية بتخش في الموضوع. من اهمها طبيعة السطح دي، السطح ده مثلا لو مستوي هيبقى ليه إتش، غير مثلا لو واخد كيرف، غير لو شكل سلندر، الإتش بتختلف. تاني حاجة طبيعة الفلويد، حركة الفلويد، لو ناتشرال كونفكشن يعني حمل طبيعي هيبقى ليها قيمة إتش مختلفة عن الفورسد كونفكشن. طبعا خواص الفلويد اللي ماشي بتاعي. وفي حاجة برضو أهم حاجة هي السرعة، يعني سرعة الهواء دي كل ما زادت السرعة كل ما كان حركة الهواء أكبر، كل ما كان معدل نقل الحرارة أسرع فالإتش يكون أسرع. زي ما قلنا الجدول ده شباب بيقارن ما بين الإتش، لو لاحظتوا الغازات بيبقى الإتش بتاع أقل من الليكويدز. خلاص طب لو قارننا ما بين الفري كونفكشن والفورس كونفكشن، زي ما قلنا في الاستاد اللي قبلها، لا الفورس كونفكشن ايه قيمتها بتلاقي اكبر من الناتشرال كونفكشن. خلاص طيب في حاله بقى البويلنج يا شباب، شوفوا الاتش بتلاقي اكبر من الاثنين. حد عارف ليه يا شباب في البويلنج بتلاقي؟ الدكتور قال لكم الكلام ده في المحاضره، حد عارف يا شباب ليه الاتش في البويلنج اكبر من الناتشرال ومن الفورس؟ فيها دوامات بالظبط كده. كل ما كان يا شباب في حركه للفلويد كل ما كان معامل الاتش اكبر. ففي حاله الغليان يا شباب بيحصل تيربلنس، تيربلنس كبيره، دوامات، الميه عماله تتقلب، فبالتالي الحركه دي بتزود لي معدل انتقال الحراره بالكونفكشن. اخر مود من انتقال الحراره اللي هو بالراديشن، والراديشن زي ما انتم عارفين عباره عن موجات كهرومغناطيسيه بتنتقل في الفراغ. ما يميزها انها مش شرط وقود وسط، ممكن تنتقل في الهواء عادي بس ممكن تنتقل في الفراغ زي الاشعاع اللي ايه اشعاع الشمس بينتقل في الفراغ بدون اي وسط. طيب القانون الحاكم يا شباب في انتقال الحراره بالراديشن هو ستيفن بولتزمان. ببساطة القانون ده بيقول لي الكيودة اللي انتقلة بالإشعاع بتساوي السيجما في الاريا سيرفيس في التي سيرفيس أس 4. خلاص؟ طيب القانون ده يا شباب المفروض أضرب في الإميسيفيتي كمان، يعني الفرق ما بين القانون ده والقانون اللي بعده، كيودة إميشن بتساوي السيجما في الإبسلون في الاريا سيرفيس في التي سيرفيس أس 4. خلاص؟ طيب الإميسيفيتي لو السطح ده بلاك بتبقى قيمتها بواحد. ايه هي الاميسيفيتي؟ الاشعاعيه بتاع السطح. الاشعاعيه بتاعتي خاصيه من خواص السطح اللي عندي بتتراوح قيمتها ما بين الصفر والواحد. لو السطح ده اسود فالاشعاعيه عندي بتبقى اقصى ما يمكن، يعني قيمتها بواحد. يبقى عند درجه الحراره مثلا 400 اقصى قيمه للاشعاع بتاعي لو السطح ده افترضته ان هو بلاك، لان الاميسيفيتي هتبقى بواحد. طب لو السطح ده مثلا وايت تبقى الاميسيفيتي تتراوح قيمتها ما بين الصفر والواحد. يبقى القانون الثاني بقى تبقى مثلا قيمتها بنص، يبقى نضرب نص في السيجما في الاريا سيرفيس في التي سيرفيس اس 4. واضح القانون؟ تمام. السيجما دي هي ايه؟ ثابت التناسب اللي هو ستيفن بولتزمان كونستانت، قيمة ثابتة اللي هي 5.67 في 10 أس 8 وات على المتر تربيع كلفن أس 4. الاريا سيرفيس اللي هي مساحة السطح اللي بيحصل على انتقال حرارة الراديشن. التي سيرفيس، تي سيرفيس اللي هو درجة حرارة السطح بس بالكلفن، خلي بالكم يعني هنا لو مثلا 100 سيليزيوس هنجمع عليها عشان نحولها بالكلفن هتبقى نجمع عليها 273. طيب
ده بالنسبة لو سطح بيشع أي كمية من الإشعاع. طيب لو عندي سطحين يا شباب بيتبادلوا إشعاع، فرضا السطح ده فوقيه سطح تاني شبهه بالظبط ودرجة حرارته 300، السطح الأولاني هيشع كمية من الحرارة، خلاص هنحسبها بالقانون اللي احنا قلناه ده. السطح الثاني اللي هو درجة حرارته 300 هيشع كمية من الحرارة برضه، بس اللي اختلف بس هتبقى درجة الحرارة، يعني التي سيرفيس هتبقى 300 أس 4. فتخيل عندنا بقى لو أنا عندي تبادل حرارة ما بين السطحين، السطح ده خارج منه حرارة في نفس الوقت السطح اللي فوق جاي له حرارة، القانون اللي بيحسب معدل انتقال الحرارة ما بين السطحين هو نفس القانون بس بطرح درجات الحرارة من بعض. يعني هنا أقول 400 أس 4 ناقص 300 أس 4، وكمية الحرارة دي بتمثل الصافي. الأولاني فقد كمية من الحرارة Q1 والتاني وجايله من فوق Q2، يبقى الصافي اللي حصل في انتقال الحرارة هو السيجما في الإبسلون في الأريا سيرفيس في 400 أس 4 ناقص 300 أس 4. واضحة يا شباب؟ حد مش فاهم القوانين دي؟ لا تمام. ميسيفتي يا شباب زي ما قلنا ايه التيبل ده، خاصية من خواص السطح اللي عندي. السطح اللي عندي لو بلاك، لو بلاك بنت 98%، يعني تقريبا بواحد بنعتبرها بواحد، خلاص. لو بقى اي سطح تاني الاميسيفتي اقل منها. طيب نخش يا شباب على المسائل، خلاص نحل المسائل كده مع بعض. نقرا اول مسألة يا شباب، بيقول لي عندي هوت كومبشن جازز، يعني مجموعه من غازات الاحتراق خارجة من فيرنس من فرن، بيقول لي are separated from ambient air، يعني معزولة عن الهواء الخارجي أو مفصولة عن الهواء الخارجي by a brick wall، يعني بواسطة جدار معين، thickness بتاعه 15 سنتيمتر ودرجة حرارة الهواء الخارجي 300 كيلو. طيب عشان الرسمة تبقى واضحة في ذهنكم، اهي غازات هنا مثلا اهي يا شباب على الشمال، وادي الجدار بتاعي، خلاص فصلوا الغازات دي عن الهواء الخارجي، الهواء الخارجي اللي هو بيتحرك، مديني درجة حرارة الهواء الخارجي اللي هي تي انفينيتي دي 300، مديني سمك الجدار اللي هو ال، خلاص اللي هو 15 من 100 متر. طيب وقال لي الثيرمال كوندكتيفيتي بتاع البريك، يعني الوول بتاعي ده الثيرمال كوندكتيفيتي بتاعته الدهاني هتبقى ب1.25 وات على المتر كلفن، والسيرفيس اميسيفيتي خلاص مديني الاميسيفيتي بتاع السطح اللي عندي، ايه الاشعاعيه بتاع السطح ده ب8 من 10. طيب اندر ستيدي ستيت كونديشن، حد عارف معنى الجمله دي ايه؟ يعني ايه انا شغال عند ستيدي ستيت؟ ولا الاستقرار، يعني اللي هو بنحسب عنه. حد عارف معناه؟ يعني يحصل كوندكشن في ايه؟ هيحصل كوندكشن في مفيش الغاز ثابت او الجزيئات ثابته فيحصل كوندكشن. يا بيستيت يا شباب هتفهموا قدامكم، يعني درجه الحراره مش بتتغير يا باشمهندس، درجه الحراره ما بتتغيرش صح كده، بس ستيدي ستيت كونديشن يا شباب يعني درجه الحراره ما فيش اي خاصيه بتتغير مع الزمن، يعني درجه الحراره ثابته مع الزمن. بمعنى ان الجدار ده مثلا لو درجه حرارته الناحيه دي 300، خلاص في اللحظه اللي انا فيها لو جيت بعدها بساعه عليها نفس درجة الحرارة 300، بعدها بساعتين نفس درجة الحرارة ثابتة، يبقى درجات الحرارة ما بتتغيرش. طيب لو الجدار ده مثلا بيبرد
فطبيعي بعد ساعة هلاقي درجة الحرارة تقل بقت 200 واللي بعدها 100 وهكذا. في الحالة دي ما بسمهاش ستيدي ستيت لما درجة الحرارة بتتغير، هتدرسه قدام بنسميها ترانزيانت. خلاص ستيدي ستيت درجة الحرارة ثابتة، الترانزيانت يعني درجة الحرارة بتتغير مع الزمن. خلاص دي معلومة كده على السريع. طيب قال لي الاوتر سيرفيس تمبريتشر 102 درجة سيلسيوس، يعني درجة حرارة السطح الخارجي ده اللي هو تي 2 ب 102 درجة سيلسيوس. طبعا لو عاوز احولها لكلفن بنجمع عليها 273. طيب نتيجة ان الهواء الخارجي بيتحرك على الجدار فهيحصل انتقال حرارة بالايه يا شباب؟ الجدار ده الهواء بيتحرك، يبقى يحصل على الجدار ده طالما في حركة للهواء على الجدار يحصل انتقال حرارة بالايه؟ كونفكشن. في الكونفكشن. خلاص فين الاتش؟ كونفكشن اللي هي الكونفكشن هي ترانسفير كوفيشنت اللي هي الاتش 20 وات على متر تربيع كلفن. عاوز ايه يا شباب؟ عاوز درجة حرارة السطح الداخلي اللي هو درجة حرارة السطح ده، يبقى تي 1 دي مجهولة. خلاص التي 2 جيفن، وهنا بيحصل انتقال حراره للسطح بالكونفكشن على السطح ده، ويديني اشعاعيه للسطح ده يبقى يحصل عليه انتقال حراره بالايه؟ طالما مديني اشعاعيه للسطح ده يبقى يحصل ايه؟ تفهم اللي هيحصل على السطح ده بالراديشن. تمام. طيب احسب ازاي درجة حرارة تي 1؟ حد عارف؟ معلش يا مهندس، هو الحيطة بتاع تي 1 هي دي اللي هو ظهر البوتاجاز مثلا او حاجة زي كده؟ دي المعرضة للهواء السخن، للغاز اللي خارج من البوتاجاز، فطبيعي يبقى درجة حرارته اعلى من درجة حرارة تي 2. تمام. طب وال الجدار الخارجي ده معرض للهواء، خلاص هيحصل على انتقال حرارة بالكونفكشن. طيب التي واحد دي مجهولة يا شباب، حد عارف احسبها ازاي؟ الاول ايه طرق انتقال الحرارة اللي حصلت خلال الجدار ده؟ الجدار ده حصل انتقال حرارة بالايه؟ كوندكشن. كوندكشن. طيب لو جينا للهواء الخارجي خلال الجزء ده او على السطح ده حصل انتقال حرارة بالايه طالما الهواء بيتحرك؟ كونفكشن. كونفكشن. وطالما مديني إشعاعية للسطح يبقى يحصل انتقال حرارة كمان بالراديشن. طيب عشان نطبق قانون بقاء الطاقة، عارفين الطاقة لا تفنى ولا تستحدث من العدم، يبقى لازم معدل انتقال الحرارة خلال الجدار بالكوندكشن يساوي إيه يا شباب؟ معدل انتقال الحرارة خلال الجدار بالكوندكشن المفروض هيساوي ايه؟ ايه يا شباب؟ المعدل بتاعها بالراديش؟ انا ماشي خلال الجدار كمية من الحرارة، خلاص كده؟ الكوندكشن بيساوي الكونفكشن زي الراديشن؟ بالظبط كده. انا ماشي هنا مثلا 100 واط كمية من الحرارة خلال الجدار، خلاص هنا هينتقل الهواء بالكونفكشن والجزء الباقي هينتقل بالراديشن، فالمفروض المحصلة اللي انتقل هنا بالكوندكشن بيساوي الكونفكشن زائد الراديشن. مش الطاقة بتاع الكوندكشن مش هتترمى كده في الهواء، جزء منها لازم كميات الحرارة شباب تكون متساوية عشان يتحقق قانون بقاء الطاقة. فأنا ببساطة الحل بتاعي هقول كيو دوت كوندكشن هيساوي كيو دوت كونفكشن زائد الراديشن. كل اللي هعمله اللي أنا أفك القوانين بتاعي، كيو دوت كوندكشن هو المساحة مش مديني مساحة، خلاص؟ فالمساحة أعتبرها لوحدة المساحات، يعني أحسب كميات الحرارة دي لوحدة المساحات. يعني أقول هنا كي في الأريا اللي هي بواحد، في الدلتا تي اللي هي قلنا الكبير ناقص الصغير، لو قلت الصغير ناقص الكبير يبقى درجة إشارة أحط إشارة سالبة، الدلتا تي دي هتبقى تي واحد ناقص تي اتنين على ال على سمك الجدار.
بتساوي معدل انتقال الحرارة بالكونفكشن اللي هي الـ H، وهي نفس المساحة يا شباب اللي حصل عليها كوندكشن، هي نفس المساحة اللي هيحصل عليها كونفكشن. T2 درجة الحرارة اللي هي السطح الخارجي ده ناقص T infinity اللي هي درجة حرارة الهواء المحيط زائد كمية الحرارة المنتقلة بالإشعاع اللي هي قلنا السيجما في الإبسلون في الأريا، الأريا برضو هي نفس المساحة واعتبرها بواحد، في درجة حرارة السطح ده اللي هي T2 أس 4. بس خلي بالكوا درجات الحرارة دي بالإيه يا شباب؟ زي ما قلنا بالكلفن. T2 أس 4 عشان أس 4 ناقص T infinity أس 4. خلاص؟ عوض في القانون إيه المجهول الوحيد اللي هنا؟ أنا كل اللي عندي لو شفت من المعطيات هتلاقي كل المعطيات، المجهول الوحيد هو T T1 إيه؟ درجة الحرارة دي. خلاص؟ T1 دي عوض فيها يبقى أنا أحسب. شباب في نقطة كده، هل فرق درجات الحرارة من غير أس هل يفرق معايا لو حطيتها بكلفن أو سيليزيوس؟ لا مش هيفرق. لا يعني أنت لو حطيت T1 دي T2 دي في الدلتا T حطيتها بكلفن يبقى T1 دي هتطلع لي بالإيه؟ لو انا عوضت بيها سيليزيوس يبقى T1 هيبقى بالسيليزيوس لان ده فرق درجات حراره. خلاص الكلام ده هيفرق لو انا بعمل ايه، بعوض بالدرجه الحراره بتاع الراديشن اس 4. الكلام ده هيفرق لو عوضت بالسيليزيوس هتدي لي ارقام ثانيه خالص لان الاس مرفوع ليه الأربعة. خلاص واضح المثال ده يا شباب؟ معلش يا باشمهندس، هو T infinity ده الرقم بتاعه ايه؟ هو كان مدولي في المسألة بس يعني ايه نسى في الحل، نسيت احطه يعني اهو. بيقول لي الامبيانت اير اند اتس سراوندينج يعني الهواء المحيط درجة حرارته 300 كلفن، هو بس نسى يكتبه في الجيفن بس. تمام كده؟ تمام. خش على تاني مثال يا شباب. قال لي consider a steady heat transfer between two large parallel plates. طبعا فهمتوا يعني ايه steady؟ يعني steady يعني درجة الحرارة ما بتتغيرش مع الزمن. خلاص بيقول لي حصل انتقال الحرارة ما بين two large parallel plates، اتنين بليت متوازيين ودرجة حرارتهم ثابتة. الاولاني درجة حرارته T1 ب 300 كلفن والتاني درجة حرارته اتنين ب 200 كلفن، وقال لي بيفصل ما بينهم مسافة البارل بليتس ده 1 سنتيمتر. خلاص فانا عندي 2 بليتس درجات حرارة مختلفة، المسافة ما بينهم 1 سنتيمتر، فيحصل انتقال حرارة من البليت الاولاني للبليت الثاني. ومديني الإشعاعية، قال لي بلاك يعني ايه؟ السطحين بلاك يعني الإشعاعية بتاعتهم قلنا بواحد، لو حاجة تانية غير البلاك هتبقى الامسيفيتي أقل من الواحد. عاوز إيه؟ عاوز معدل انتقال الحرارة لوحدة المساحات. خلاص؟ معدل انتقال الحرارة دي لوحدة المساحات ما بين التوبليتس بس خلال أربع حالات. يعني قال لي افترض عندي أربع حالات. أول حالة إنك حطيت ما بين التوبليتس هواء عادي. تاني حالة لو evacuated يعني ايه يا شباب؟ يعني vacuum؟ يعني vacuum يعني مفرغ، فرغت المساحة اللي ما بين او المسافة اللي ما بين التو بليتس من الهواء خالص، بقت فراغ. تالت حاجة رقم C filled with filled with urethan insulation which has thermal conductivity of 26% واط على متر درجة سيلسيوس. الحالة التالتة الفراغ اللي ما بين التو بليتس هتملاه بمادة عزلة. المادة ديت يعني شبه البلاستيك كده، لو سرشتوا عنها كده عاملة زي البلاستيك يعني. خلاص؟ ومديني الثيرمال كوندكتيفيتي بتاعها. آخر حاجة لو قال لي filled with
سوبر انسيوليشن خلاص، ومديني دي مادة عزلة تانية بكي مختلفة، كي بتاعتها باتنين من 100,000 واط على المتر درجة سيليزيوس. عاوزين ناخدهم يا شباب حالة حالة ونعرف المودز وفي ترانسفير في كل حالة. نبدأ بأول حالة اللي هو لو أنا عندي أدي التو بليتس درجات الحرارة 300 و200 المسافة 1 سنتيمتر وفي هنا هواء، ايه طرق انتقال الحرارة يا شباب اللي هتحصل ما بين التو بليتس؟ هتبقى كونفكشن وراديشن. راديشن صح، بس ليه كونفكشن؟ عشان هو ما قالش ان الهواء بيتحرك، بس الهواء غاز بقى، مش هنسوه غاز. ايه الهواء نعتبره كانه غاز يعني؟ ما هو الهواء غاز تمام، بس انا قلت الكونتكشن ممكن يحصل في السوائل والغاز بشرط انها تكون ايه؟ تتحرك، مفيش حركه يعني الجزيئات ثابته. حد خد باله والمسافه دي قد ايه؟ صغيره ولا كبيره؟ 1 سنتي. يعني تخيل الهواء محصور في خلال يعني مسافه 1 سنتي صغيره جدا، فهل هيحصل حركه ولا هنفترض في الحاله دي ان ايه؟ ان الهواء ساكن في الحاله دي، الهواء مش هيتحرك وزيت سب. يبقى في الحاله يا شباب ان لما تكون المسافه صغيره خالص فبيحصل ايه؟ بيحصل ان انت بتعامل السوائل والغازات دي معامله السوليد، ان الهواء بتاعها ما بيتحركش تمام. في معلومه تانية فهمت منها انها كونفكشن، هو ما لو كون هي كوندكشن لو ما ادانيش الاتش خلاص، هو ما ادانيش الاتش بتاع الهواء، ففي الحاله دي يا شباب وداني الكي، الكي بتاع الهواء، يبقى معنى كده ان هو عامل الكي ايه؟ عامل الهواء ايه؟ معامله كوندكشن، ما عملوش معامله الكونفكشن خلاص. يبقى المحصله يا شباب انتقال الحراره بالكونفكشن ما بين السطح بالراديشن ما بين السطح ده والسطح ده. طب انتقال الحراره بالراديشن هيساوي ايه يا شباب؟ حد كده يعوض في القوانين ويقول لي انتقال الحراره ما بين السطحين القانون اللي احنا قلناه هتساوي ايه يا شباب؟ ها اللي مركز، محدش مركز خالص. الراديشن الاميسيفيتي في السيجما في الايه في التي سكوير تي اس 4 بالظبط، بس انا هنا نت يعني ما بين سطحين متبادل، متبادل ما بين سطحين، يبقى هتبقى التي 2 اس 4 ناقص 200 اس 4، يبقى ده معدل انتقال الحراره المتبادل ما بين السطحين. قلنا ده في حاله لما يبقى في سطحين. انتقال الحراره بالكوندكشن هو الكي في الاريا اللي هو قال لي احسب لوحده المساحات، يبقى اعتبر الاريا بواحد في الدلتا تي على ال ال، دلتا تي اللي هي 300 ناقص 200 على ال ال بتاعه. طب الحاله الثانيه يا شباب الفاكيوم، حد يقول لي ايه طرق انتقال الحراره اللي هتحصل هنا ما بين السطحين؟ راديشن بس، راديشن بس بالظبط. هنا مفيش وسط، قلنا شرط انتقال الحراره في الكوندكشن والكونفكشن وجود وسط، ففي الحاله دي هيحصل انتقال حراره بالراديشن فقط. تعال نشوف اول حالتين الحل بتاعه. اول حاله يا شباب كيو دوت كوندكشن خلاص هحسبها كيف الايه في الدلتا تي على ال، وكيو دوت راديشن نفس القانون اللي احنا قلناه تعوض بقيم عادي تحسبها، هتقول الكيو دوت توتال بتساوي كيو دوت كونفكشن زائد كيو دوت راديشن. طيب في الحاله الثانيه فاكيوم، يبقى اخد القيمه بتاع الراديشن بس، يبقى هي دي هتساوي كيو دوت توتال اللي انا حسبتها في اول مطلوب. طيب الحاله رقم 6 نعم معلش ازاي ان هو ان الاثنين دول بيعملوا راديشن لبعض في اول واحده في الاير سبيس؟ اي سطح يا شباب ليه درجه حراره اعلى من الصفر كلفن هيبقى ليه اشعاعي، لازم يشع كميه حراره بالاشعاع. يعني السطح ده
هيشع كميه حراره بالاشعاع لان درجه حرارته اعلى من 300 كلفن، الاشعاع يخرج كده خلاص. طيب السطح بتاع ال 200 ده نفس الكلام، هيشع كميه من الحراره في الاتجاه ده. فانا هو عاوز يحسب المتبادل ما بين الاثنين، المحصله يعني ايه اللي حصل. فتطرح بقى هتقول ال 300 اس 4 ناقص ال 200 اس 4 اللي خارج من هنا ناقص اللي جاي لي من السطح الثاني. واضحه كده يا شباب؟ واضحه كده يا باشمهندس؟ تمام تمام يا باشمهندس. خلاص. طيب ثالث حاله يا شباب، قال لي في انسيوليشن عزل مديني الكي بتاعته، هيحصل انتقال حراره بالايه يا شباب؟ راديشن ولا فاضي تلت واحده كوندكشن. خلاص طالما فيها شباب عزل ودي ماده قلت بتعتبرها صلبه، ماده صلبه، يبقى يحصل انتقال الحراره بالكوندكشن. هل في راديشن في الحاله دي؟ لا الراديشن يا شباب محتاج هواء او محتاج فاكيوم خلاص عشان الراديشن الاشعاع ينفذ خلاله خلاص. لو اشعاع الشمس مثلا وانت حطيت جسم صلب معتم كده، فبالتالي مش هيحصل انتقال حراره بالراديشن خلاص، لازم يبقى فيه وسط ينفذ خلاله الاشعاع بتاعي. هنا في الحاله دي انت حطيت عزل فمنع انتقال الحراره بالراديشن، هيحصل انتقال حراره بالكوندكشن فقط. طيب الحاله الاخيره قال لي عزل من ماده مختلفه، يبقى هي شبه الحاله اللي هي الثالثه، شبه الحاله الثالثه، بس هو حاطط لي الحالتين دول عشان يفرق ما بينهم. يفرق هو نفس القانون يا شباب، بس هنا الكي شوف كانت كام، شوف الكيو بتاعتي كانت كام. يعني هنا كي 26 من 1000، الكيو كانت 260 واط. هنا الحالة دي الكي 2 من 100000، يعني كمية صغيرة جدا. فشوف الكيو بقت 2 من 10 واط. وعاوز بس يوضح لي كده، يقول لي على حسب التطبيق بتاعي، على حسب ما بختار المادة بتاعتي. خلاص معلش يا باشمهندس، واحنا في الحالة التانية قلنا ننتقل بالكوندكشن والراديشن. الحالة التانية يا شباب اللي هي الفاكيوم، اللي هي رقم بي، فاكيوم يبقى بالراديشن فقط لأن مفيش وسط. شرط انتقال الحرارة بالكوندكشن والكونفكشن وجود وسط، وهنا مفيش وسط. خلاص؟ تمام. طب مهندس معلش، بالنسبة للحالة التانية الفاكيوم بستخدم أي قانون؟ لو سيجما A سيرفيس T سيرفيس باور 4؟ فرق بقى التي سيرفس اولاني اس 4 ناقص التي الثاني اس 4. ليه؟ لان ده متبادل ما بين سطحين. لو السطح الثاني ده مش موجود عاوز احسب كميه الحراره بالاشعاع، فانا احسب الحراره اللي خارجه من السطح الاولاني بس، ما يهمنيش بقى ايه السطح. تمام شباب. تمام مش كويس. طيب الحلقه دي يا شباب بيقول لي يعني هنا على حسب الكي، لو انا تطبيق عاوز انقل كميه الحراره بصوره عاليه يبقى استخدم ماده الكي بتاعتها ايه، الكي عاليه. لو انا عاوز اقلل كميه الحراره باقصى قيمه ممكنه يبقى استخدم عزل الكي بتاعته قليله جدا، بالتالي يقلل لي الكيو بتاعته. بس عشان تبقوا فاهمين بس. خلاص المساله الثالثه يا شباب، ايه اللي في الصوره دي؟ ايه يا شباب لسه مش واضحه عندنا يا باشمهندس؟ جد دلوقتي ايه اللي في الصوره ده؟ الكترونيك ديزاين ولا حاجه؟ عامل زي البروسيسور كده خلاص. فهو قال لي المساله دي بس زياده عليها حاجه بسيطه خالص، بيبقى فيها حاجات سودا كده بتشوفوها. لو فتحت جهاز كمبيوتر هتلاقي زي البورده كده وفيها ايه، وحاجات مسميها تشيبس، حاجات سودا دي.
خلاص بتلاقي واخدة مكعبات كده. فقال لي كل واحدة من دول من الشبه الواحدة هم عددهم 120، وكل واحدة بتنقل حرارة بمقدار 12 من 100 واط. خلاص ده تطبيق اهو على انتقال الحرارة في حالة لو انا ببرد بروسيسور عندي. خلاص طيب، فقال لي ان الشيبس دي كل واحدة بتنقل حرارة 12 من 100 واط ومساحة 15 سنتي متر في 20 سنتي متر. خلاص عاوز كمية الحرارة الكلية المنتقلة من البوردة دي خلال 10 ساعات بوحدة الكيلو وات اور. حد عارف الوحدة دي وحدة طاقة ولا قدرة؟ ايه كيلو وات اور طاقة، لانه ضرب في الساعة او في اللي هي وحدة بالظبط. وحدة كيلو وات اور يا شباب هي وحدة خدعة من بعض الناس شوية، عشان بس هو كاتب كيلو وات فبيعتبرها قدرة. لا، يا كيلو وات اور يعني كأني ضربت القدرة اللي خارجة عندي في عدد الساعات. خلاص طالما ضربت معدل في عدد ساعات يبقى دي بتعتبر وحدة طاقة. خلاص خلي بالكم من الناحية دي. طب انا عندي الشيب الواحدة بتنقل 12 من 100 واط وهم عددهم 120، يبقى كمية الحرارة الكلية المنتقلة من البوردة يبقى اضرب 12 من 100 في كام؟ في 120. خلاص يبقى كده حسبت معدل انتقال الحرارة من البوردة كلها بوحدة الواط. طب انا عاوزها بوحدة الكيلو واط، يبقى اقسم الحرارة اللي انا حسبتها كمية معدل الحرارة على الالف، يبقى انا كده بقى بالكيلو واط. خلاص بالكيلو واط، وهو قال لي انا هنقل الحرارة خلال 10 ساعات، يبقى لو ضربت الناتج عندي في 10 ساعات يبقى كده حسبت الطاقة من خلال الشيء بوحدة الكيلو واط اور. حد عنده اي مشكلة في المطلوب الاولاني؟ لا تمام. طب المطلوب التاني يا شباب قال لي الهيت فلكس. خلي بالكم دي يعني نسينا نكتبها في قوانين الكوندكشن. معدل انتقال الحراره بوحده الوات زي ما قلنا في قانون فوريه. طب الهيت فلكس وحدته وات على المتر تربيعي، يبقى انا بحسب انتقال الحراره لوحده المساحات. بكل بساطه هو عاوز الهيت فلكس اللي منتقل من البورده دي يبقى كميه الحراره الكليه اللي هي 12 من 100 في 120 وحدة الوات أقسمها على المساحة. المساحة عندي يا شباب اللي هي 15 من 100 في 20 من 100 مساحة مستطيل دي، وأنا كده حسبت الهيت فلوكس المنتقل خلاله. الحل هو يا شباب خلاص عاوز كمية الحرارة الأول مطلوب خلال 10 ساعات المنتقلة، هتحسب ال 120 في 12 من 100 يبقى أنت كده حسبت الكيوب الوات، بعد كده هتضرب في الزمن يبقى انت كده حسبت بالكيلو وات اور. خلاص الطاقه المفقوده خلال 10 ساعات. طيب تاني مطلوب بقى يا شباب عاوز الهيت فلكس، يبقى اضرب احسب الاول المساحه واقسم الكيو اللي انا حسبتها في المطلوب الاولاني اقسمها على المساحه عندي. طيب المساله الثالثه يا شباب او الرابعه دي يا شباب ببساطة مسألة بسيطة خالص، بس فيها نقطة جزئية كده بسيطة عاوزكم تاخدوا بالكم منها. خلاص ده ترانزستور يا شباب اللي في الصورة دي. ترانزستور ده على شكل استوانة كده، يعني متخيلين شكلها الجزء ده. الجزء ده عبارة عن جزء استواني. خلاص طيب، ومعرض لهواء، يعني السطح ده كله معرض للهواء درجة حرارته 55 درجة سيليزيوس، ودرجة حرارة السطح بتاع الترانزستور ده 70 درجة سيليزيوس. خلاص طول الاسطوانة دي ب 4 من 10 سنتي، القطر بتاعها
6.6 سنتيمتر حسب الأبعاد اللي عندك. خلاص لو قريت المسألة هو قال لي اهمل أي انتقال حرارة. خلاص اهمل انتقال الحرارة اللي حصل خلال البيز ترانزستور بيز، يعني قاعدة الترانزستور اللي هي ده هنهمل فيها انتقال الحرارة خالص. يبقى انتقال الحرارة يحصل في الجزء ده بس يا شباب، في الجزء اللي هو فوق ده، الجزء الاسطواني اللي هو حاطط لي عليه ابعاد. خلاص عاوز يحسب ايه كمية الحرارة المتعرض. او اول حاجة يا شباب، انتقال الحرارة يحصل خلال الترانزستور ده بالايه؟ الكونفكشن. طالما هواء بيتحرك على ترانزستور، خلاص حركة هواء على سطح صلب، يبقى دي انتقال حرارة بالكونفكشن. النقطة بقى اللي عليها الخلاف، فرق درجات الحرارة واضح ان هو تي اس ناقص تي انفينيتي، التي اس اللي هي 70 ناقص 55، والاتش هتلاقيه مديني معامل انتقال الحرارة بالكونفكشن اللي هو الاتش ب 30 واط على المتر تربيع كلمة. الفكرة كلها هنا ايه المساحة اللي حصل عليها انتقال حرارة بالكونفكشن؟ حد عارف؟ السيركمفرنس بتاع السلندر. المفروض المساحة الخارجية بتاع الاسطوانة دي، صح؟ بس ولا في حاجة تانية؟ يا شباب بس كده؟ لا، وانا المسطوانة يا شباب في مساحة جانبية وفي ايه تاني؟ السطح اللي فوق، صح؟ مش هتبقى مساحة جانبية للاسطوانة زائد الخط اللي فوق ده، هيبقى فيه دايرة فوق، هيبقى هتحرك عليها الهواء برضو، الهواء جاي من فوق لتحت كده. فالسطح ده اللي هو عبارة عن دايرة، اللي هو عبارة عن الغطاء بتاع الاسطوانة من فوق. خلاص بس هي الاسطوانة مايلة، مش هيبقى هو كمان معرض للهواء ولا لأ؟ تمام صح. يبقى المحصلة عندي، خلي بالكم المثال ده بيوضح لي وانا بحسب الكونفكشن يا شباب، انتقال حرارة الكونفكشن، خلي بالك المساحة بضرب في المساحة الكلية اللي حصل على الكونفكشن اللي هي هنا هتبقى ايه؟ حد يعوض لي كده بالارقام خلال الرسم ده، خلال الابعاد اللي عندي بالرسم. يا شباب المساحة كلها باشمهندس اللي هي تبقى 2 باي ار في الارتفاع. تمام، دي مساحة الاسطوانة الجانبية. خلاص زائد ايه المفروض اجمع عليها مساحة ايه؟ باي في 2.10 تربيع، باي على 4 دي تربيع. يعني هي المساحة اللي هي زي ما زبلكو قال محيط القاعدة في الارتفاع، عشان احسب المساحة الجانبية بتاع الاسطوانة دي اللي هي 2 باي ار، ار اللي هو 3.10 في الارتفاع اللي هو 4.10، يبقى كده حسبت المساحة الجانبية بتاع الاسطوانة دي زائد الهواء قلنا هيبقى متحرك على الخط ده، لو جيت بصيت من الجنب هيبقى اسقاطه دايرة. خلاص زائد مساحة الدايرة دي برضو مش هي معرضة للهواء، فهيبقى باي او 2 باي ار تربيع اللي هي 2 باي في 3.10 تربيع. واضحة كده؟ وهنهمل انتقال الحرارة في الجزء الشمال ده. تمام، عشان توضح اكتر في الحل شوف الحل كده. اي شباب احنا اهملنا انتقال الحرارة هنا، دي الاسطوانة اهي، كيو هتساوي اتش في الاريا سيرفيس في تي اس ناقص تي انفينيتي. مشكلة عندها كلها في الاريا سيرفيس. الاريا سيرفيس دي يا شباب تساوي المساحة بتاع الاسطوانة الجانبية اللي هي الجزء ده زائد مساحة الدائرة اللي هي اللي فوق اللي هي باي في الدي ال ال زائد باي في دائرة تانية في الجزء ده، قلنا ده احنا هنهمله، هو اللي قال لي في المسألة. واضحة كده يا شباب؟ واضحة؟
واضحة ولا؟ واضحة يا باشمهندس. آخر مسألة يا شباب عندنا، التجربة دي يا شباب ببساطة هو بيقول لي التجربة دي مصممة لو أنا عاوز أحسب الكي اللي هي السيربال كوندكتيفيتي بتاع أي ماتيريال عندي، خلاص، أو أي سامبل عندي، بحسبها إزاي؟ قال لي بتجيب عينتين متساوي شبه بعض بالظبط من الماتيريال بتاعك اللي هي في الصورة عندي السامبلز اللي هو مشاور عليهم بالسامبلز، خلاص، اللي هي لونها بينك كده، دي الماتيريال اللي عندي اللي عاوز احسبها لها الثيرمال كوندكتيفيتي، مدهاني ومديني الابعاد بتاعتها، السمك بتاعها بنص سنتيمتر والتانية هتبقى متماثلة معاها بالظبط، والمساحة بتاعتها هتلاقي مساحة مربع مدهاني 10 في 10 سنتيمتر، خلاص. طيب ازاي برضو احسب الثيرمال كوندكتيفيتي؟ قال لي بتجيب السامبلز دي وتحط ما بينهم اللي في النص ده، قال لي سخان الكتريك هيتر، سخان كهرباء، خلاص. السخان الكهربي ده يا شباب هيولد حرارة، هتتنقل ازاي؟ كوندكشن. كوندكشن يا شباب خلال ايه؟ خلال التو سامبلز، يعني الحرارة هتتولد في النص، فجزء من الحرارة او تقريبا نص الحرارة هينتقل هنا في السامبل الاولاني، والنص التاني هينتقل في السامبل التاني، خلاص. طيب مش الحرارة دي ممكن فوق وتحت برضو، يعني تفقد فوق جزء وفوق وجزء تحت اللي فوق اللي تحت عوازي بالظبط كده. هو حط اتنين انسيوليشن، واحد فوق واحد تحت، شين يضمن ايه؟ يضمن ان انتقال الحرارة يحصل في الجنب ده والجنب ده بس، يعني الجنبين، ما يحصلش انتقال حرارة بالكوندكشن خلال الانسيوليشن. طيب كل بساطة يا شباب، انا عندي كيو بتساوي ايه بالكوندكشن؟ الكي في الاريا في الدلتا تي على ال. نمسك حاجة حاجة، الكي دي أنا عاوز أحسبها، الأريا مساحة الحرارة المنتقلة بالكوندكشن العمودية اللي هي هتبقى مساحة إيه يا شباب؟ اللي هي 10 في 10 بالظبط. في الدلتا تي، دلتا تي أحسبهم إزاي؟ لو أنا بعمل التجربة دي عملية، هل صعب اللي أنا أحسبها؟ او اقيسها؟ لا. احط ايه؟ احط سير مقابل على جنبين من جوانب الجدار، واحد هنا اللي هو المعرض للالكتريك هيتر هيقيس درجة الحرارة جوه الجدار، وواحد معرض للسطح الخارجي. هو قال لي هو حسبهم، بيقول لي انا بحسب درجة حرارة 80 قلت ل 74، خلاص. طب الكيو يا شباب، انا كده عندي، والال، الال الاول سمك الجدار اللي هي هتبقى عباره عن كام؟ النص، نص سنتي بالظبط. يتبقى لي الكيو، لو انا عرفت الكيو يبقى المجهول الوحيد في القانون بتاع الكوندكشن هو الكي، يبقى انا كده حسبتها عمليا. الكيو دي بقى يا شباب حد عارف من الرسمه حسبها ازاي؟ ده سخان كهربي، خلي بالك من الاعداد اللي هو الوات متر ده بالظبط. كيو، كيو بتساوي ايه؟ اي اللي هي كميه الحراره المنتقل اللي هي التيار الكهربي في الفي اللي هو فرق الجهد، فهو بالوات متر ده اس ايه يا شباب؟ اس فرق الجهد، وضربه في التيار بتاعي يبقى كده الاي في الفي دي بتمثل الكيو اللي عندي اللي هي الحراره الكليه المنتقله بالكوندكشن. هو في القانون اديها لي على طول اللي هي 35 واط، خلاص، بس هو عمليا تبقى عارف هو حسبها ازاي. فيبقى المجهول الوحيد عندي هو الكي يا شباب، اعرف احسبها كده ولا لا؟ تمام، كله موجود بالظبط. ايه يا شباب اهي كيو، كيو 35 هقسمها على الاثنين. ليه قسمنا على الاثنين؟ لان الحراره انتقلت في التو سامبلز
النص ده بيمثل الالكتريك هيتر اللي في النص ده. السامبل الاولانيه اهي والسامبل الثانيه اهي، فالكيو نص انتقل كده ونص انتقل كده، بقسم الكيو اللي هي 35 كيو توتال على الاثنين، فكده حسبت الكيو دوت اللي ماشيه في سامبل واحد خلاص. الاريا حسبناها، الدلتا تي حسبناها خلاص، نعوض في القانون يبقى كده حسبت الكي ده. لو عاوز احسب الثيرمال كوندكتيفيتي بتاع اي ماتيريال عندي خلاص. في مثالين تانيين كنت حاططهم يعني، ممكن اديهم لكم من غير ارقام وتحلوهم يعني، تمام كده. وبعد كده تبقوا هديكم الحل وتبقوا تراجعوه. مش مهندس، واحنا لو محتاجين الكتاب نجيبه ازاي؟ او يعني في مكتبه بتصوره مثلا نجيبه منها؟ والله هو الدكتور علي قال لكم ايه، الدكتور علي البوز مش دخل لكم محاضره امبارح تقريبا ولا ما دخلش؟ هو الدكتور علي يعتقد يا باشمهندس ما اتكلمش غير عن الامتحان بس، هيبقى نظامه عامل ازاي اللي هو نظام الميد تيرم والحاجات دي. هو قال لكم الكتاب يعني لو حد عاوزه يشتريه، ولا ما اتكلمتوش معاه في الكتاب؟ ما جاتش الكتاب، لا ما حدش ما اتكلمش عن الكتاب خالص. بعيد منها توزيع خالص. بيقول ايه؟ ان هو نكلم دكتور علي اونلاين ويتفق معاه ياخد اسمائنا وبعد كده يجيب لنا كتاب في المكتب بتاعه. اه خلاص يا شباب ماشي، اتفقوا مع الدكتور علي في الاونلاين وهو هيجيب لكم الكتاب، مفيش اي مشكله. بس هو مبدئيا يا شباب يعني احنا لحد ما يجي لكم الكتاب يعني المسائل دي فيها مثالين في الكتاب، اول مثالين حللناه، بقيت المسائل بقى ايه شويه من الشيت على شويه من بره كده يعني، هو شيت شامل يعني. فانا هديكم المسائل دي هتحلوها او هتشوفوا الفيديو بالحل خلاص، وهديكوا كمان شوية مسائل مش محلولة وهديكوا النواتج بتاعتها بتحس تتدربوا عليه لحد ما يجيلكوا الكتاب ده، تمام كده؟ ايه مهندس، ممكن تنزل لنا بس الباور بوينت اللي انت حضرتك شرحت منه ده لحد ما الكتاب يجي؟ حاضر مفيش مشكلة. تمام شكرا. حد عنده اي سؤال تاني؟ شكرا يا باشمهندس. خلاص؟ طيب يا شباب انا كده هقفل التسجيل وبعد كده نقفل بقى.